السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار المحلية من تلفزيون دولة الكويت، نبدأها بأهم العناوين. النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية يؤكد أن الاتفاقية الأمنية الخارجية تساهم في تعزيز أمن المنطقة. وزارة الصحة تؤكد أن الحالات المصابة بإنفلونزا الخنازير لا تشكل أي تهديد والإصابات كلها تحت السيطرة. ودولة الكويت تحصد جائزتين خلال مشاركتها في معرض الكتاب الدولي في القاهرة. مرحبا بكم. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة سيسيل لاغريناد حاكم عام غريناد صديقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلادها، متمنيا لفخامتها موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار. بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة سيسيل لاغريناد حاكم عام غريناد صديقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلادها، متمنيا لفخامتها موفور الصحة والعافية. كما بعث سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة مماثلة. أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح أهمية الاتفاقية الأمنية الخارجية التي تسهم في تعزيز أمن المنطقة وتعزيز التعاون في منظومة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. جاء ذلك في تصريح للشيخ صباح الخالد الصباح للصحفيين على هامش حفل الغداء الذي أقامه اليوم محافظ العاصمة الشيخ علي جابر الأحمد الصباح في مزرعته في عجائز على شرف أعضاء بعثات السلك الدبلوماسية في البلاد. هي مسؤوليتنا كحكومة أن ننسق مع أخواننا في مجلس الأمة، لبينا الدعوة الكريمة من لجنة الشؤون الخارجية وسعدنا بوجود معالي رئيس مجلس الأمة ونائب الرئيس ومجموعة كبيرة من إخواننا الأعضاء. الموضوع مهم ودورنا أن نشرح أهمية هذه الاتفاقية الأمنية، ودورنا أن نؤكد بأنها لا تتعارض مع دستور وقوانين الكويت، دورنا أن نمر في كل البنود الواردة في الاتفاق ونجيب على كل الملاحظات ونجيب على كل الاستفسارات ونجيب على كل ما لديهم اخواننا اعضاء مجلس الامه. اجتماع امس كان حاضر معالي نائب رئيس الوزراء وزير الداخليه ومعالي وزير العدل وفريق من الخارجيه والعدل والداخليه، وامضينا ساعات نتناقش بتفاصيل هذا الاتفاق. بينا أهمية هذه الاتفاقية الأمنية، بينا أهمية التعاون في المجالات المتعددة السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية لهذه المنظومة، وما في شك أن هذه الاتفاقية تعزز من أمن المنطقة وتعزز من تعاوننا في منظومة مجلس التعاون. أقيم في البلاد الملتقى العلمي حول كيفية التعامل مع الحوادث الإشعاعية لمتابعة آخر المستجدات في هذا الصدد وكيفية التعامل مع أي ظروف طارئة تحدث في الكويت. من منطلق حرص وزارة الصحة على مجابهة المخاطر الناجمة عن التلوث الإشعاعي عن طريق الجو أو حالات التسريب بمختلف أشكالها، أقيم الملتقى العلمي حول كيفية التعامل مع الحوادث الإشعاعية لمتابعة آخر المستجدات في هذا الصدد وكيفية التعامل مع أي ظروف طارئة تحدث في الكويت. الكويت مرت في ظروف كثيرة، كان في خطر من الكيماوي، الحروب الكيماوية، وكان هناك في خطر من حروب البيولوجية، والله الحمد كنا استعداداتنا جيدة، واكتسبوا الهيئات التمريضية والإسعاف والأطباء اكتسبوا خبرة، لله الحمد من هذه التجارب
الملتقى كشف عن الاستعدادات الطبية لكل من الهيئات التمريضية ورجال الإسعاف والأطباء لمواجهة أي حوادث طارئة في هذا الشأن بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية الأخرى. يعني كان هناك اتفاقية بيننا وبين وكالة الطاقة الأمريكية وزارونا أكثر من مرة وسوينا أكثر من اجتماع معهم وتدريبات، وكذلك تم مع هيئة الطاقة المصرية وهم صار هناك تدريبات والآن حنا نحاول أن نقيم التجربة، فطلبنا من الحكومة البريطانية أن تزودنا بالخبرة في هذا المجال لدراسة خطتنا وعمل التدريبات للتقييم. الهدف منها هي دراسة استعدادات الوزارة والكويت بصفة عامة من وزارة الصحة دفاع مدني وزارة الداخلية لمجابهة أي حوادث إشعاعية، فبنقيم احتياجاتنا، بنحاول نرتب زي ترتيب تدريب للأطباء والمسعفين والدفاع المدني على التعامل مع الحوادث الإشعاعية. محاولة تقييمية للتجربة الكويتية في مجال التعامل مع الحوادث الإشعاعية بالتعاون مع وكالة الطاقة الأمريكية والمصرية والحكومة البريطانية لدراسة خطة عمل مضمونة ووضع أجندة واضحة يتم فيها تبادل الخبرات في هذا المجال. دلال أبو الحسن، تلفزيون دولة الكويت. أكد وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الصحة العامة الدكتور قيس الدويري أن الحالات المصابة بإنفلونزا الخنازير لا تمثل أي تهديد، وذكر الدويري أن وزارة الصحة اتخذت كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للمخالطين وأن الإصابات تحت السيطرة. ما أثير في الآونة الأخيرة عن وجود حالات مصابة بإنفلونزا الخنازير، وزارة الصحة تؤكد أن هذه الحالات لا تمثل أي تهديد أو خوف، فمنظمة الصحة العالمية صنفت أن هذا الفيروس بأنه موسمي يحصل بشكل دائم في مثل هذه المواسم. احنا الان نحب نطمن فيما يخص طبعا الالتهابات الموسميه للانفلونزا، الذي طبعا المنظمه الصحيه العالميه صنفت الان ما يسمى كان سابقا انفلونزا الخنازير بنوع من الانفلونزا الموسميه. طبعا تحصل بشكل معتاد في مثل هذه المواسم. طبعا الحالات لا تمثل اي تهديد ولا ذعر، هناك طبعا كثير من الامور الاحترازيه والوقائيه والعلاجيه. التطعيمات الموسميه المتوافره تشمل التطعيم ضد الانفلونزا اللي هو H1N1 سابقا، الآن بدأ يسمى الإنفلونزا الموسمية، حتى المنظمة الصحية العالمية شالت عنه لقب الخنازير لأن ليس له وجود في الخنازير. الحالات المصابة بهذا الفيروس تحت السيطرة، وزارة الصحة اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للمخالطين، والجدير بالذكر أن الكوادر الطبية المعنية في مراقبة ومتابعة هذه الحالات لديها خبرات سابقة وتجارب في كيفية التعامل مع المصابين. وبكل شفافية نقول ان الحالات متواجدة، لان هذا طبعا موسم الإصابة بالإنفلونزا بكافة انواع الإنفلونزا المتوافرة في 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 مثل هذه الحالات. الإصابات تحت السيطرة، ما في اي نوع من التخوف، الامور الاحترازية والاحتياطية تتبع بجميع الإجراءات سواء فيما يخص المخالطين سواء كانوا العاملين في المجال الطبي او المخالطين في كأقرباء للمرضى المصابين. الإصابات في حدودها الدنيا، المنظمة الصحة العالمية تشيد بالامور الاحترازية والوقائية واستعداد دولة الكويت للقيام بمثل الحالات، احنا كان لنا خبرات سابقة في التعامل في مثل الحالات. الأعداد المصابة بهذا الفيروس هي محدودة، كما أكد الدكتور قيس دويري وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الصحة العامة أن حالات الوفيات تحصل ليست بسبب الإصابة بإنفلونزا الخنازير، بل لارتباطها بأمراض مزمنة أو الضعف في المناعة. هو طبعا احنا حالات الوفيات اللي تحصل طبعا تحصل ليس بسبب اصابه الانفلونزا، هي قد تكون الانفلونزا احد الاسباب المصاحبه، لكن معظم حالات الوفاه تحصل نتيجه لوجود امراض مزمنه ووجود نوع من التعقيد المرضي لبعض الفئات المرضيه خاصه كبار السن او قليل المناعه، فالاصابه ليست لها علاقه مباشره بالانفلونزا، هي احد العوامل اللي قد تؤدي الى تعقيد الحالات. عدد الحالات محدوده ليست حالات كثيره،
احنا طبعا مثل ما قلت احنا لا يهمنا الحالات، يهمنا طبعا التعامل مع الحالات بـ 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 بكل امورها الاجرائيه والوقائيه. الحالات تحصل حالها اي اصابه انفلونزا موسميه. اذا لا داعي للقلق او الخوف او الهلع، فما تقوم بها وزارة الصحة من إجراءات وقائية واحترازية وكيفية تعاملها مع الحالات والسيطرة التامة يحسب لها من منطلق مسؤوليتها الصحية اتجاه الأفراد ومواكبتها لأحدث العلاجات المتطورة في هذا الصدد. لما أبو علاوي، تلفزيون دولة الكويت. أقام معهد الكويت للأبحاث العلمية مؤتمرا صحفيا للإعلان عن إقامة المؤتمر الدولي الثالث ومؤتمر الرابطة الأكاديمية الأول للبحث العلمي، والذي يقيمها مركز البحوث والاستشارات الاجتماعية بلندن تحت عنوان البحث العلمي ركيزة لحل المشكلات. مجموعة من الباحثين سيجتمعون تحت سقف واحد من دول العالم لمناقشة بعض الجوانب الاجتماعية والإنسانية تحت مسمى البحث العلمي. هذا ما أعلن عنه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في معهد الكويت للأبحاث العلمية عن انطلاق المؤتمر الدولي الثالث للبحث العلمي ومؤتمر الرابطة الأكاديمي الأول خلال الأيام القليلة القادمة. عقد مؤتمر صحفي وإعلامي عن المؤتمر الثالث لمركز البحوث العلمية والاستشارات الاجتماعية STR لندن، الذي ينظم المؤتمر الثالث في عام 2014. هذا المؤتمر الذي تستضيفه وترعاه معهد الكويت للأبحاث العلمية مشكورا هذا الصرح العلمي الذي استضافه وأتاح المجال لهذا المركز في عقد هذا المؤتمر العلمي الثالث، والذي سيبدأ بمشيئة الله تعالى يوم الاثنين القادم، أي يوم الاثنين القادم العاشر من فبراير إلى يوم الأربعاء 13 من شهر فبراير تحت عنوان البحث العلمي ركيزة لحل المشكلات. البحث العلمي ركيزة لحل المشكلات هو عنوان المؤتمر الذي يقيمه مركز البحوث والاستشارات الاجتماعية لندن، والذي يعنى بتعزيز دور البحث العلمي من خلال تأسيس شراكة فكرية تساهم في تنمية المجتمع. هذا المركز يقدم العديد من الخدمات للطلب الجامعيين ولغير الجامعيين وللشركات وللجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع العام، من خلال الدورات التدريبية، من خلال دورات اللغة، من خلال المؤتمرات العلمية، من خلال دورات القيادة في لفئة المدراء العامين، من خلال الاستشارات الأسرية. أيضا المركز يقدم الاستشارات الأسرية. أيضا المركز يهتم بجانب الحالات الخاصة وصعوبات التعلم، أيضا يقوم بدورات في بريطانيا في مجال صعوبات التعلم والحالات الخاصة. وطبعا نحن في النهاية يعني نهدف إلى يعني الرسالة في المركز تهدف إلى تحقيق تنمية المجتمع في القطاع الحكومي والخاص. هذا المؤتمر سيكون بمثابة حجر زاوية للباحثين من مختلف دول العالم لطرح أبحاثهم لتعزيز العلاقة بين البحث العلمي في كافة المجالات. مروة محرم، تلفزيون دولة الكويت. توجت مشاركة دولة الكويت في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 45 بحصولها على جائزتين من سلسلة عالم المعرفة التي يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب، وعن جملة من الأعمال القصصية للأديب الدكتور طالب الرفاعي. في ختام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 45 أقيمت احتفالية كبرى لتوزيع جوائز أفضل 10 كتب في 10 مجالات مختلفة، وقدمت دولة الكويت ضيف شرف المعرض هذا العام 10 جوائز مالية، قيمة كل جائزة 10,000 جنيه لأفضل 10 كتب أخرى. شكرا لدولة الكويت، شكرا للحكومة الكويتية، شكرا لكل المشاركات دكتورة هيلة، كل فريق العمل من الجانب الكويتي الحقيقة بإخلاص وبتفاني وبدقة متناهية وبرغبة شديدة جدا في نجاح المشاركة الكويتية، كانت شيء مهم والمصريين تابعوا
هذا النشاط الكويتي داخل المعرض بكل تقدير وبكل احترام. ده يعبر عن حجم العلاقة وحجم الأخوة وحجم الانتماء بين الشعبين الكويتي والمصري. جميل ان احنا دولة الكويت تكرمنا وتكرمنا ببلدنا اللي هم بلدهم الثاني، والاجمل ان احنا نحس ان احنا كشعب واحد وأمة وبنحافظ على هويتنا وعلى تاريخنا وعلى عروبتنا وعلى لغتنا العربية. لأول مرة إن الكويت تنزل معرض القاهرة وتكرم ناس وأنا أكون أولهم. وفي حفل الختام حصلت دولة الكويت على درع التكريم لسلسلة عالم المعرفة، كما حصلت على جائزة لجنة التحكيم الخاصة للكاتب الكويتي طالب الرفاعي. سعداء بالعشرين فائز الذين فازوا في معرض القاهرة الدولي للكتاب من كتاب في الأدب والثقافة والقصة والأدب الطفل والقصة. كان حقيقة تنوع جميل، ويعني مثل ما أنت شايفة نحن موجودين في هذه القاعة التي تفاعل معها الجميع. كما أن نحن أيضا أود أن أشكر المجلس الوطني للثقافة الفن والأداب على تقديمه لهذه الهدايا الرمزية الجميلة من الفن التشكيلي، قدمت لمكتب الرئاسة ولأيضا مع مكتب معالي وزير الثقافة وأيضا للهيئة المصرية العامة للكتاب. كما قام الاتحاد الوطني لطلبة الكويت بجمهورية مصر العربية بتكريم الوفد الكويتي المشارك في أنشطة وفعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب. طبعا الوفد الكويتي الحمد لله نجح بهذا التغطية كاملة، ونجح أيضا بعديد من النشاطات اللي قام فيها سواء نشاطات ثقافية اجتماعية وسياسية، والحمد لله أدى ما هو عليه. واليوم أيضا نتشرف كاتحاد طلبة أن نكرمه على كل ما قام به من جهود طيبة يشكر عليها. الحمد لله أن تكللت مشاركتنا بالنجاح وبشهادة أهل المعرض وأهل الدار ومشاركة وجميع الوفود الحمد لله الزملاء الموجودين، وهذا ما تم إلا بعد جهود الحمد لله وتوجيهات من سعادة الوزير ومن رئيسة الوفد الدكتورة هيلة ومن إخواني المشاركين معي من جميع القطاعات، كان لهم دور كبير وجهودهم وافر في الموضوع هذا والحمد لله على ما تم. مشاركة دولة الكويت في معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام تعد محطة مضيئة في مسيرة العلاقات الكويتية المصرية، وتعتبر أحد الدعائم الأساسية في إسراء التواصل الفني والثقافي والسياسي بين البلدين. هبة يوسف، تلفزيون دولة الكويت، القاهرة. انطلق في العاصمة الأردنية الشقيقة عمان المعرض الخيري المتكامل للمشغولات اليدوية والأطعمة الشعبية السورية، والتي تنظمه جمعية الرحمة العالمية الكويتية لمؤازرة اللاجئين السوريين في الأردن. في مشهد غير مسبوق وأحداث نوعية تتعلق بالموقف الإنساني الكويتي تجاه مأساة اللاجئين السوريين في الأردن، حرصت جمعية الرحمة العالمية التي هي جزء من جمعية الإصلاح الاجتماعي في دولة الكويت على إطلاق معرض خيري متكامل للمشغولات اليدوية والتصميمات والأطعمة الشعبية السورية بهدف دعم الأسر السورية اللاجئة في ظروفها المعيشية الغاية في الصعوبة، ما يمثل خطوة غير مسبوقة في حملات الدعم الكويتي والعربي للاجئين ويقدم لهم شكلا متميزا من الدعم الإغاثي. أقدم الشكر لأهل الكويت طبعا على دعمهم لمثل هذه الحملات الإنسانية في مساعدة إخواننا، وهو حق وواجب علينا مساعدة إخواننا السوريين في أي مكان لنصرتهم. اضطرينا نحن أنه شو عنا مهارات أنه نستفيد منها منشان الكسب يعني، وكان الدعم من هاي الجمعية ومن الكويت هو أكثر شيء تقريبا لنا. إضافة لفعاليات المعارض الخيرية التي اختطتها الحملة لمساعدة اللاجئين، حرصت فرق الجمعية بحضور ومتابعة سفير دولة الكويت بعمان الدكتور حمد دعيج على إيصال دعم نقدي لعشرات الأسر في مناطق الذراع ونزال وحي الزهور، إضافة للطرود الغذائية والمعيشية التي تعنى الأسر اللاجئة وتعينهم على مواجهة الظروف المعيشية والجوية الصعبة. نتشكرهم كتير على وقفتهم معنا، وإن شاء الله هيك يا رب الله لا يجيب أذى عليهم يا رب، ويحمي سوريا ويحمي الشعب الكويتي وكل البلدان اللي ساعدت معنا ووقفت معنا. احنا معتمدين على الأموال اللي أعطونا إياها أهلنا، والحمد لله قدرنا نغيث أكثر من 350 أسرة،
وطبعا الجدول للحين ما خلص، احنا طبعا خلصنا نص المبلغ وان شاء الله راح نكمل مبالغ ثانيه في مخيمات اخرى ان شاء الله. حملة غير مسبوقة ورؤية إغاثية كويتية عميقة تجاه شكل ومضمون العمليات الإنسانية نحو آلاف اللاجئين السوريين في الأردن. هاني البدري، تلفزيون دولة الكويت، عمان. سيداتي وسادتي، البقاء لله. انتقل إلى رحمة الله تعالى جاسر مبارك الجاسر عن عمر ناهز 84، وسيوارى جثمانه الثرى في الساعة 9 من صباح غد. انتقل إلى رحمة الله تعالى فرحان عبد الله تركي العنزي عن عمر ناهز 70. انتقل إلى رحمة الله تعالى براك عبيد براك الوندة عن عمر يناهز 68. انتقل إلى رحمة الله تعالى حمد صالح السهيجان العازمي عن عمر ناهز 63. انتقل إلى رحمة الله تعالى علي حمد سالم الهاجري عن عمر ناهز 61. انتقل إلى رحمة الله تعالى عمران محمد سعيد سالم الهاجري عن عمر ناهز 38. إنا لله وإنا إليه راجعون. في ختام هذه النشرة، هذا تذكير بأهم العناوين. النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية يؤكد أن الاتفاقية الأمنية الخليجية تساهم في تعزيز أمن المنطقة. وزارة الصحة تؤكد أن الحالات المصابة بإنفلونزا الخنازير لا تشكل أي تهديد والإصابات كلها تحت السيطرة. ودولة الكويت تحصد جائزتين خلال مشاركتها في معرض الكتاب الدولي في القاهرة. كانت هذه نشرة الأخبار المحلية، قدمناها لكم من تلفزيون دولة الكويت. تحية لكم وإلى اللقاء.